ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، قاصم الجبارين ومبيد الظالمين وناصر المستضعفين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، لا شيء يشبهه ولا شيء مثله، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، أرسله الله بالحق هادياً ومبشراً ونذيراً، ففتح الله به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. تقوى الله، قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، تكلمنا في الخطبة السابقة عن خطورة الانحراف عن مبدأ عظيم في الإسلام، وهو مبدأ تولي الله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وكانت الخطبة جل استشهاداتها من كتاب الله الكريم، واليوم نستهل هذه الخطبة بآية كريمة يقول الله: إنهم إن يظهروا عليكم، وانتبهوا وركزوا وافتحوا قلوبكم وأعيرونا أسماعكم، إنهم إن يظهروا عليكم ماذا سيصير؟ سيبنون لنا بمدنا جميلة، سيرصفون لنا طرقا، وسيحفرون لنا آبارا، وسيزرعون صحراءنا،
ويوحدون كلمتنا ويجمعون شملنا ويؤمنون أعراضنا وشرفنا وكرامتنا. لا 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 لا, لا توجد واحدة من هذه. قال إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أن يقتلوكم, يستحلون دماءكم, ينتهكون كرامتكم, يستبيحون أموالكم وأعراضكم, يقتلوكم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم, وكلا الخيارين ولن تفلحوا إذن أبدا, ولن تفلحوا إذن أبدا. فأي فلاح أن يسلط الله عليك عدوك فيحكمك فيسومك سوء العذاب, ينهب مالك, ينتهك عرضك, يجلد ظهرك وأنت ساكت, وكان الأولى حينها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. القرآن هكذا بيوجهنا, فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لم يعلمنا القرآن الكريم أن نخنع, نركع, نستضعف, ندجن, نكون كدجاج المزرعة جاهزة لا إما للبيض وإما للذبح. فقال إنهم إن يظهروا عليكم, إذا وصل أعداء الله إليكم وحكموكم وتربعوا على كراسي الحكم والأمر والنهي وصاروا ولاة أموركم من اليهود والنصارى والمنافقين والمرتابين والمشككين, يقتلوكم, هي النتيجة الحتمية. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة, وكذلك يفعلون. فمن الذي سيخنع؟ وتستمر خطبتنا متصلة بالخطبة الأولى, ونحن نهنئ هذه الأمة الإسلامية بحلول هذا العام الهجري المبارك وهجرة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. وينبغي علينا أن نستلهم الدروس والعظات, وليعلم الجميع وأنا أعلم وأنتم تعلمون أننا لسنا بحاجة إلى تسييس, الشعب مسيس, لسنا بحاجة إلى تسييس. نحن بحاجة إلى أن نتعلم المدافعة من كتاب الله, النضال, أن يكون حراكنا واجتماعاتنا مثمرة, أن تكون اجتماعاتنا ذات تأثير, اجتماعاتنا وخصوصا في يوم الجمعة لا بد أن تشكل خطرا على اليهود والنصارى. أقلها أن نخرج من هذه الخطبة بوعي, بعقل مستنير. ما خطابنا على الثعبان الأقرع والمطرقة والمزربة وأن يضيق عليه القبر وتختلف أضلاعه؟ لا, افهموا واقعكم, نفهم. فيقول الله, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. اليوم نشتي نصبنهم, نشتي نغسلهم ونعرف احنا منهم وإلا لسنا منهم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم, في اليهود والنصارى, يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة, فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
هل هناك أوضح من هذه الآية؟ دعونا نرى فترى الذين في قلوبهم مرض، أشك الأمراض التي تفتك في قلب المؤمن فيفقد هويته ويفقد دينه ويفقد كرامته ويفقد شرفه ويفقد عزه وإباءه. أربعة أمراض، أولها النفاق، أولها النفاق، وثانيها الشك، من قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه دخل الجنة موقنا اليقين، لا يوجد ارتياب. فالشك والريبة في آيات الله، في وعد الله بالنصر، في مواعيد الله بالتأييد، أن تشك في ذلك؟ وقد بين لك آياته وحقائقه في قصص السابقين من الأولين، وظهرت آياته وبيناته في قصص المتأخرين. فكما كنا نذكر أبطال الله وأبطال الإسلام من السابقين، فقد أفرزت لنا المرحلة وفق قواعد الله في مواقف الحق وفي إطار القضايا العادلة وفق توجيهات الله أبطالا وعظماء ستسجل وتخلد ذاكرتهم في التاريخ إلى قيام الساعة، شاء من شاء وأبى من أبى، لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. الله هو الذي يعلي ذكرهم ويبين آثارهم وأفعالهم. النفاق، الشك، الريبة، ثم يأتي مرض آخر وهو تقديم المصالح الشخصية على حساب الدين والعقيدة، على حساب دين الله. والله قد بين هذه الحقيقة، فتحدث الله عن أصحاب عمائم وأهل كتاب وعلماء، إن الذين يكتمون ما أنزل الله ويشترون بآياته ثمنا قليلا، قال ويشترون بآياته ثمنا قليلا، ثمنا قليلا في عملية بيع وشراء، فالمرض لا يستهدف إلا قلبا خاويا غير محصن، ليس محصنا بهدى الله ولا بالله ولا برسول الله ولا بمن أمرنا الله بتوليهم. يصبح قلبك قلبا خاويا تستهدف من حيث تشعر أو من حيث لا تشعر، ويصبح حكمك حكم اليهود والنصارى ينطبق عليك. وهنا قبل أن أستشهد لكم وأقرأ عليكم الواقع وما جرى خلال هذا الأسبوع، نبدأ بهذا القرآن العظيم الذي يقول عنه الله: وهذا كتاب مبارك أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ألا تريدون رحمة الله؟ إلا نريد رحمة الله، فلا تكون رحمة الله إلا باتباع أوامره. وهؤلاء الذين في قلوبهم مرض لابد ما تتعرفوا عليهم، ولابد أن تنتبهوا لهم، ولابد أن تحذروا من أقوالهم وما يتفوهون به من شعارات وكلمات باسم المصلحة العامة
باسم المصلحة العامة، الدفاع عن المصلحة العامة على حساب دين الله وعلى حساب كتاب الله وعلى حساب القرآن وعلى حساب سنة رسول الله. بيستخدموا كلمات وعبارات وشعارات. لماذا يسارعون؟ أول صفة لهم هي المسارعة، المسارعة إلى اليهود والنصارى والارتماء في أحضانهم، ثم يعودون ليتفوهوا ويقولون لشعوبهم: نخشى أن تصيبنا دائرة، نحن قدمنا المصلحة العامة أيها المغفلون. هؤلاء قوم، هذه أمريكا معها جيش وعدد وعدة، المصلحة العامة، الاقتصاد وسعر العملة والريال سيهبط، ثم سنجوع، ثم سنتبهذل، لا احنا ادرى بكم. وفجأة يتعاطى بعض من يسمون انفسهم علماء ودعاة فيجيزون لولاة الامر ما لا يجيزونه لعوام الناس، ويخترعون قواعد فقهية ما انزل الله بها من سلطان، فيبيحون للحاكم ما لا يبيحونه لعوام الناس، ويقولون إن لولي الأمر تأويله. كيف لولي الأمر تأويله؟ القرآن للناس أجمعين، هدى للناس، فلماذا تبيحون للحاكم حتى يظهر على الشاشة وكلكم أو أغلبكم قد رأى ذلك المقطع المخزي؟ لذلك العالم أو من يدعي العلم فيقول: لو أن ولي الأمر ظهر أمام الناس وهو يزني ويسكر ويفعل الموبقات وانت قدامه، فما عليك إلا أن تلزم الصمت والسكوت، وبعد ذلك تقوم تناصحه. خلوا له ما يكمل عمله، خلوا له ما يكمل عمله بعد النصيحة. الواجب النصيحة، هذا دين، صاروا على دين مسبوق، دين محبوب. نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن تصيبنا دائرة المصلحة. وبعد أن رد عليه العلماء وقالوا له: اتق الله، اتق الله فيما قلت، تقول وإن سكر وإن زنى فإذا به يأتي بطامة أكبر من الأولى، فيقول وإن سكر وإن زنى وإن لاط وإن ارتكب حتى أعمال قوم لوط. هذا دين محمد بن سلمان. الشواهد أنه دين محمد بن سلمان، ودين محمد بن زايد، ودين المنافقين الذي هم بعدهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فحكمه حكمهم. ولذلك تتجلى أمامي آية أخرى لمن كانت موجهة هذه الآية، عندما قال الله يعلم رسوله أن يقول لليهود في عهده: قل فلما تقتلون أنبياء الله إن كنتم صادقين. اليهود في وقته قالوا: احنا ما قتلنا انبياء. اليهود الاولين، بيننا وبينهم مئات السنين، بيننا وبينهم الاف السنين، فلماذا نخاطب بهذا الخطاب؟ قل فلما تقتلون انبياء الله، ما زلتم تقتلون، انتم تذمون بقتلكم للانبياء، والذي قتل الانبياء هم اجدادكم واباؤكم واسلافكم، إلا لشيء واحد. السبب أنهم يقولون أنهم سلفهم الصالح، السلف الصالح، إحنا على السلف صالح أسلافنا. والله ما يريد هذا الكلام أبدا. المسارعة لا بد أن نعرف خطابهم. الله يقول: ولتعرفنهم في لحن القول،
فلا بد أن نعرف الصادق من الكاذب، والمؤمن من المنافق، والخبيث من الطيب، بكتاب الله، بآيات الله، بوعود الله. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فعلينا عندما نرى هؤلاء الذين في قلوبهم مرض أي كلمة يتفوهون بها، وأي رأي يتبنونه، وأي مقالة ينشرونها، وأي صحيفة تنشر لهم، وأي قناة تذود عنهم وتدافع عنهم، أن نقف صدا في وجهها أمرا من الله، لأن في قلوبهم مرض، لأنهم سيجرونك إلى اليهودة، سيجرونك إلى النصرنة. فنقول: ما احنا بحاجتكم، أنتم في قلوبكم مرض. سيقولون لكم: وما دليل؟ أنتم تدروا ما بالقلوب؟ نقول لهم: لا، ما ندري ما بالقلوب، احنا ندري حين استقبلتم أمريكا ورحبتم بها بالصدور، ورحبتم بالمحتل بلادكم وأراضيكم، وقلتم أهلا وسهلا ومرحبا، وقاتلتم تحت رايتهم، فاستبحتم دماء هذا الشعب وحاصرتموه، وما زال الحصار مستمرا. ندري أن في قلوبكم مرض. أليس 45,000 مدني يكفي أن نعرف أن في قلوبكم مرض؟ ألا يكفي أن نعرف أن هناك 9 ألوية عسكرية تسمي أنفسها قوات العمالقة، ويسمون أنفسهم سلفيون، والسلفية منهم براء، يقاتلون تحت راية من؟ راية محمد بن زايد. لماذا هذا الحرب؟ فينبغي أن نكون صدا. نحن نقوم بأعمالنا ونمارس مهامنا ونسعى لتربية أبنائنا، فإذا رأيتم هذه الجرثومة الخبيثة وهذه الحشرة فاعرفوا أنهم إما منافقين قد بدا نفاقهم على ألسنتهم، وإما مشككين ومرتابين يعملون على تخنيع هذه الأمة وزرع الشك والريبة في توجهاتنا وأخوتنا، فهم أمراض. فلا تقبلوا لهم قولا ولا تسمعوا لهم مقالة، لأن أغلب كلامهم سيكون كذبا ونفاقا. والله قد تحدث عن صفة أولئك، قال: سماعون للكذب. إذا إذنقهم عاد حب إلا الكذب وقنوات الكذب وأخبار الكذب. والله العظيم أن الأولى لك أن تقطعها. اقطع إذنك، اقطع إذنك، بسقها ولا صنجها ولا كبسها ولا احكمها. يسلم قلبك، يسلم قلبك. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلحت سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. فكل ما يكون عامل يدخل إلى قلبك ليفسده، غلق الباب وأغلق النوافذ وأغلق النافذة. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم تحت هذه الحجة، تحت حجة المصلحة العامة. جيشنا من جيش الدول، نشتي دولة يعترف بنا أمريكا وتعترف بنا اليهود ويعترف بنا النصارى، ولو على حساب الدين والأرض والثروات والممتلكات وال. فهنا أيها الأخوة الكرام تحذير إلهي شديد: يا أيها الذين آمنوا، بعد هذا المرض ستنتقل إلى مرحلة أخرى، وأبشرك قد معك شهادة. الشهادة الأولى: ستتحول إلى جبت، تحب كلام الطواغيت وتستمتع بكلام الطواغيت وترتاح لكلام الطواغيت
وعدوا لك فاصل إعلاني، مغنيات وراقصات وممثلات، والدنيا حلاوة يا عم وارتاح. ثم بعد ذلك تتحول إلى طاغوت من الطواغيت من دون أن تشعر. قد هم بيولوك أصبحت منهم، ندي لك رتبة، ندي لك رتبة ونلبسك ميري ونخليك يا سلام، فتصبح طاغوتا في الأرض. والطاغوت يشتي جنبه ناس شرفاء، ناس مؤمنين، كلا، سيجمع حوله مجموعة من السفلة وحثالة القوم الذين سيطيعونه، كما كان سياسة فرعون، فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. وعند ذلك شوفوا بعد المنهج الدراسي الذي بيخرجوه، وشوفوا ماذا سيلزمون خطباء الجمعة من خطاب، خطبة معممة من الأوقاف تنتشر على كل مسجد، ما تقرأها إلا قراءة، والميكروفونات مغلقات، خطبة بدون ميكروفونات، صلاة بدون ميكروفونات، لكن المراقص حنانات طنانات من مغرب لا فجر، وأقوى السماعات وصوتيات يرعد الدنيا رعيد للمنكر. عاد احنا نشي دليل، عاد احنا نشي قول علامة، عادك تدور فتوى من هنا ومن هنا، بصر بصر فتح عيونك. أن تعطل مساجد الله ولا يكون لها قداسة، أن يعطم حرم الله ولا يكون له قداسة. لكن البارات استجلبوا حتى الشواب من داخل الفلبين، شواب، شباب بأشكال بنات، ونلاحظ الحرائر العربيات شراس وصراخ. المهم نسأل الله أن لا يبتلينا. هؤلاء في قلوبهم مرض، بمعنى أن من أصبح في قلبه مثقال ذرة من تولي لليهود والنصارى فقد أصبح قلبه مريضا، فلا نأخذ منه قولا ولا نأخذ منهم استشارة ولا نجعلهم بطانة. الله يقول هكذا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، لن يودوا لنا إلا المشقة والعنت، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، ما تخفي صدورهم أكبر. والأحداث أثبت لنا هذا كله، وقد أثبتت لنا الأحداث، وسنستعرض عليكم بعض الأحداث والشواهد في هذا الأسبوع الذي انصرم. المفاجآت في عام 45، أول قرارات تتخذ في 45. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، عباد الله، كان الأجدر أن نتحدث عن هجرة رسول الله، وسنتحدث عنها إن شاء الله في خطبة قادمة ونستلم منها الدروس، ولكن كانت الأولوية أن نضع عيوننا على أصحاب الذين في قلوبهم مرض، احفظوها اليوم، لا تخرجوا اليوم إلا أنتم متيقنين تعرفوا الذين في قلوبهم مرض، تعرفون من في قلوبهم مرض، يكون صاحب رتبة، صاحب لحية، صاحب عمامة، صاحب جمعة، إمام مسجد، مدرس مدرسة،
أي واحد تعرفه العنوه اللعن، تقول له كيف اللعن؟ أيتعبد الله باللعن؟ تقول له خفف خفف يا أبو المعارف. الله قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. الله قال إن الذين يحبون أن تشيع في الفاحشة بالذين آمنوا لعنوا في الدنيا والآخرة. إلا لعناك والعن شكلك. الذي يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وفجأة الآن ظهر لنا المنافقين، وبينما أنا بالأمس أستعرض في مواقع التواصل خطاباتهم وما الذي يزعجهم، ظهرت يا أخوة ظاهرة عجيبة من عجائب هذا العصر، ومن ناس ما كنا متوقعين أنهم يتكلموا عنها أو أن يثار جدل حولها. أول ظاهرة قالوا قرار خطير ومهزلة ومفاجأة صادمة للمجتمع، إرهاب تطرف، هذه المسميات. شوفوا الشعارات، ركزوا على الذين في قلوبهم مرض كيف يملحوا الخبر، كيف يزينوه. الله يقول إيش عن الشياطين؟ شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. مزخرف ما يقدمه وش ناشف. إرهاب تطرف، قرار مهزلة، قرار يستهدف المرأة اليمنية، يستهدف الطالبات. ما هو هذا القرار؟ والله إني دخلت للموقع قلت والله بمصيبة كارثة. قالوا قرار تتخذه حكومة صنعاء بفصل الطالبات عن الطلاب في الجامعات. قالوا السبت والأحد والاثنين يدرس الذكور، والثلاثاء والأربعاء والخميس يدرسين الإناث. ها هذا الطمع. قالوا وقد أثار سخط واستياء شعبي كبير، إن إحنا منزعجين نشتي بناتنا يختلطين، أخواتنا ونسواننا يختلطين، أزعجهم. ما كانت الزنداني بالمدق ما رضي شيء يفكر ولا رضي عقل، لا هو ولا الديلمي ولا الأعور حقه هذاك ولا المداليز هذاك ولا السفلة، ولا شجب ولا تنديد ولا خبر ولا علم. هؤلاء في قلوبهم هذا القرار يزعج من؟ هذا القرار اتخذته جامعة حتى في جورجيا في أمريكا يؤيدون هذا القرار. تخيلوا أنهم يفعلون دراسة في عام 2002 كان هناك 11 جامعة فيها اختلاط، فتقلصت إلى عام 2009 حسب الدراسات حتى وصلت إلى 550 مدرسة لا يوجد فيها اختلاط بين الجنسين. وقدموا ورقة بحث قالوا حتى تتكون وتتشكل لدى المرأة التي تدرس شخصية أكاديمية. مع بوش ليلة الليل بكبكة هو بطاقة وهي بطاقة، من العاد واحد يركز، من العاد أنا أفكر أحصل وأدرس. قالوا أيضا علاج للاكتئاب، هذا أنديها لكم بلسان الكفار، إن بعض الاختلاط بيحصل اكتئاب الطلاب، حنق عليه أدي له وردة ما رضاش بزه. والموضوع ما عادش موضوع تعليم، الموضوع موضوع إفساد، الموضوع موضوع اختلاط. والخبراء زاعلين وقالوا انه استهداف، استهداف للمرأة اليمنية. ركزوا معي ان هذه السياسة وان هؤلاء مرضى قلوب وان هذا نفاق بنص قول الله. والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، ما يقوم بالعمل هذا إلا من هم نافق.
قالوا وعد باقي قرار ثاني. يا ويحنا يا مصيبتاه، وما هو القرار الثاني؟ قالوا أصحاب الباصات، الحكومة تجبر أصحاب الباصات أنهم يغيروا الكراسي، بدل ما يجلسون كراسي متقابلات بالباص الحويص كل كرسي مقابل لكرسي، قالوا ما بالله كرسي وراء كرسي، أن تكون كراسي متوالية. هذه مصيبة، لأنه ما نقدر نداحك بالركاب، ولا نقدر نشم العطور، ولا نقدر نبصر العيون، ولا نقدر. هذا مرض القلوب. فدخلت على المواقع، أشتي أبصر الباصات حق الأوروبيين، والباصات حق الأمريكيين، والباصات حق الفيرة، نبصر حقهم الباصات مقابلات وجها لوجه مزاحمين ولا كيف هن. فرأينا أنها باصات متوالية، كرسي وراء كرسي، الناس بيركبوا باصات سارحين متروحين، والمغتربين دارين بالخبر هذا. ليش ما حقنا أنزعجوا؟ اليهود حقهم أكبر من اليهود حق اليهود. إيش يثبت للعالم أن إحنا يهود أكثر منهم؟ يسارعون فيه. أزعجهم الموضوع، ما قد غير ناس باص هذا الحين، ما قد تغير باص، هذا العادة بداية، وقد هم منزعجين. استهداف للمرأة اليمنية، ماذا تريدون من المرأة اليمنية؟ يكفونا شركم، ما نحتاج فتاويكم ولا نحتاج أقوالكم، وخلونا مع كتاب الله وهدى الله. قالوا عد باقي أمر، قلتكم الله تقوم الحكومة تمسح صور النساء من فوق محلات تأجير فساتين الأعراس، جريمة، خلوا لنا الصور، خلوا لنا حتى صورة. ما عاد تدرى مبروس الخبرة، هذا هو الفساد. محل تأجير بيأجر فساتين، خلاص انت بحاجة الى صورة امرأة عارية، ليش؟ مو تحتاج بالصورة. هذا احنا الحمد لله عرائس لنا 3 شهور، والزواج حنانات طنانات داخل البلاد، لا احنا بحاجة صور، ولا احنا حول الباصات، ولا احنا حول الجامعات. نحمد الله ونشكره، والله انها ظاهرة تسر النفس. الزواج الجماعي جماعي، والزواج الفردي فردي، والامور بخير، بيزوج الناس أبنائهم. لكن الغرض هو إفساد هذه الأمة. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، بحجة المصلحة العامة، بحجة التقدم التطور والانفتاح، لا تضغطوا على النسوان، إن إحنا نمنع عنا الدراسة، ما حد منع عنا الدراسة، تدرس لها ثلاث ربوع وخميس، وتروح معززة مكرمة بين أهلها وذويها. هذا منهجهم. فهنا يستوجب علينا أمرا مهما سأختم به هذه الخطبة. هذا كله نتائج أيضا انحراف عن مبدأ التولي لله والرسول. هو نوع من التولي لليهود الذي يقود إلى مرض القلب. وقلنا لكم في الخطبة السابقة أن هذا التولي يبدأ بالميل ثم ينتهي بالتأييد، ثم تظهر هذه القلوب المريضة، ثم تظهر هذه الأقوال السخيفة التي تدعو إلى الانحلال، والتي تستهدف ربة البيت والبنت والأم والأخت. وهكذا الله يستمر في فضحهم وكشف أباطيلهم. لكنهم لم يتحدثوا أن هناك بالأمس 3 من الشبان اليمنيين يقتلون بدماء باردة في الحدود السعودية، نقتل فرادى أو نقتل جماعات. هذا الموضوع ما يهمهمش على الإطلاق، لا يهمهم أنه بالأمس تقوم الطيارات المسيرة لتقصف عشرات المناطق في منطقة تعز وفي منطقة الحديدة، وهناك قتلى وجرحى. ما يتكلموش عن هذه المواضيع. لم يتكلموا أن حقهم المحافظ تحت الإقامة الجبرية، محافظ مأرب قدو تحت الإقامة الجبرية محجوز، وأن النظام السعودي يريد أن يستولي على مأرب وخيرها ونبطها. هذا الكلام ما ينظروش إليه. مشكلتنا إحنا بالصور، نشتي صور،
نشتري الكراسي حق الباصات هتغيروهانش، نشتري الجامعات خلونا سرداح مرداح. هذه الأمور ما عليكم منها، ولا تعرف أنهم في لحن القول. ما يهمهم أن برلمان البركاني بالأمس ينقسم إلى قسمين، ما بين 30 هم 70، 30 أيدوا 30 عارضوا، 30 يعارضون رئيس دولتهم المزعومة العليمي وابنه يبيعون شركة الاتصالات اليمنية في المناطق الجنوبية والمناطق الشرقية لدولة الإمارات العربية المتحدة، دولة اليهود والنصارى والصهيونة، يبيعونها. وفجأة تظهر لنا إحدى الفاتنات وتدي الاكتشاف الخطير وتقول يا وطنيين لتعملوا أنفسكم وطنيين، انتبهوا، هو مش القضية قضية بيع شركة الاتصالات. اكتشفت سر ما اكتشفه أحد من العالمين من داخل مصر، عرف الحقيقة. ما هي الحقيقة؟ قالت هم يريدون أن يبيعوا الشركة هذه لإيران. ما كانت لنا إحنا وإيران، إيران بحاجة شركة عدن نت، معهم أقوى تقنيات، ما لنا ولإيران إحنا، ما لنا ولهذه الأشياء. يتركون الأمور التي تدق في صميم الأمة، ما ناقشوا ملف إنهاء الحرب ولا يتطرقون إليه على الإطلاق، لا يناقشون ولا يفعلون ندوات فكرية لمحاربة التطرف وخطاب العنف والكراهية بين المسلمين. خطابا ما بالله على النسوان كيف يدرسين، وعن البلطهات وعن الباصات، ودحين قد احنا بالجامعات الناس امراض. قالوا السياسة شعبي كبير، من نصف الشعب اليمني اليوم مريض بالبيت، ولا واحد دخل جمعة لما نلغي القرار أن يعود الطلاب والطالبات الجامعة. أخواه ما أحد بحسه. هؤلاء يقول لهم باختصار لعنة الله عليكم، لأن الله لعنكم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة لعنوا في الدنيا والآخرة، ما لعنهم إحنا. فأقول لهم لعنة الله عليكم وعلى فتاويكم وعلى حاخاماتكم وعلى قسيسكم وعلى نصاريكم وعلى قاداتكم وألويتكم وجيوشكم ورؤوسكم، والله الذي رفع السماء بلا عمد لننكونن شوكة في حلوقكم ولنكونن غصة في حلوقكم إلى أن تقوم الساعة، ولو ضربت هذه الأعناق لن تمرر على هذه الأمة مخططاتكم ومؤامراتكم. فعلينا أن نتولى الله ورسوله والذين آمنوا ومن أمرنا الله بتوليهم، ومعنا كتاب الله، بالشرق أو بالغرب لست بمقتدي، أنا قدوتي ما عشت شرع محمدي، حاشاي يطويني سراب خادع ومعي كتاب الله يسطع في يدي. أسأل الله العلي القدير أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح لسماع الموعظة القلوب والآذان. اللهم اهدنا بهداك، اللهم اهدنا بهداك، اللهم اهدنا بهداك، واعصمنا يا الله من الخطأ والزلل. اللهم اجعلنا من المتمسكين بكتابك وسنة نبيك، ومن المتولين لأوليائك ولاء صادقا خالصا يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد ديننا وعقيدتنا وبلادنا وأخوتنا وشرفنا وكرامتنا وأرضنا بكيد، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم اخزهم على شهود على الأشهاد، وأرنا فيهم يا الله عجائب قدرتك يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم اغفر لمن حضر هذه الخطبة ولوالديه، وافتح لسماع الموعظة قلبا.